طبعا في خضار بتتاكل طازجه. الخضار بتتاكل طازجه دي يا جماعه الناس من استلمتها على طول تغسلها، تغسل الخضار. غسل الخضار يا جماعه قلنا الناس طبعا الظروف اضطرتها انها تجي ولسه المواسير الشبكه العامه لحد الان ما وصلتنا، فعشان تغسل الخضار بالطريقه الصحيحه قلنا الناس دي مقطوعه ذول كوب وذول يغسل غسل الخضار بالطريقة الصحيحة يا جماعة. الناس ذول كوب وذول يغسل، يعني الناس لو كانت زي زمان في وضيعة في البيوت الناس بتعرض الخضار للماسورة وبغسله. غسل حاليا يا جماعة عشان الظروف اللي احنا فيها دي، لحد الآن المواسير ما جات، ما أصلا لحد الآن الموية ما توصلت. الناس عشان تضمن الصحة والسلامة يا جماعة يجيبوا الموية النظيفة، ذول يكون بغسل في الخضار والزول الثاني بكب له. ده بعدنا في البداية شنو؟ يكون هو أساسا غسل لنا يدينه. الزول الدار يغسل الخضار في البداية يغسل يديه، حتى بعدين يجيب ده يغسل. غسل الخضار زي ما قلنا يا جماعة زول يكب والثاني يغسل، يكون الإناء جنبه إناء نظيف عشان ناخد فيه حاجاته دي. الناس تحرص يا جماعة حرص تام، حرص تام على الحاجة دي. يعني ما زول يجيب له حاجة كده كبيرة يخد فيها الخضار كبوا كده كله مع بعض، لا الطريقة دي غلط يا جماعة. الطريقة دي إذا كان الخضار ملوث، إذا كان في واحد من الخضروات بتاعتك دي في أي نوع من أنواع البكتيريا أنواع الملوثات بلوث لك التاني اللي أساسا هو شنو؟ قد يكون ما في ملوثات تانية. بعد ذاك بنجي للخطوة التانية، الطهي والطبيخ. بعد ما خلاص خضار ده غسلتيه، في خضار طبعا بتأكل طازج جهزي لسلطة الخضرة وكده، طماطم العجور الجرجير، في خضار طبعا بتكوني محتاجة انك تطبخيه. الخضار المحتاجة انك تطبخيه يا جماعة قلنا بعد ما تجهزي حاجاتك كلها نظيفة تكوني غسلتيها، نراعي انه شنو اذا كان سكينتك يا جماعة، سكينتك قطعتي بيها لحمتك ما تقطعي بيها الخضار على طول. قلنا اذا كان الناس في امكانية تكون السكينة بيقطعوا بيها الخضار براها والسكينة بيقطعوا بيها اللحمة براها، ده الاولى. لكن اذا كان في الوضع اللي احنا فيه ده لحد الان ما قادرين نوفر الحاجه دي، تقطعي الخضار اول بعدين تغسل السكينه تقطعي بها شنو؟ تقطعي بها لحمتك. الناس تكون يا جماعه حريصه على التفاصيل الدقيقه دي، لانه التفاصيل الدقيقه دي هي اللي بتاثر على الصحه والسلامه حقتنا، هي ممكن يعني حاجه صغيره تلوث لنا الاكل. بعد ما طبختي الاكل يا جماعه بعد ما طبختي الاكل تحافظي بعد ما جهز تحافظ عليهم شنو من الذباب. اكتر حاجة الذباب، شنو ما تخلوا اكل كاشف نهائيا يا جماعة. الاكل مجرد ما خلصت منه تغطيه لحين ما تجمع شنو التقديم، تقدموه للناس افراد اسرتك. جيت تقدم الاكل لافراد اسرتك، الناس اكلت الحمد لله، انتهينا من الخطوة دي، تجي للتخلص من باقي الاكل. باقي الاكل اللي اكلتوه ده، قلنا يا جماعه باقي الاكل الرطبه، باقي الاكل اللي فيه اللحمه، باقي شنو، باقي الفول، باقي شنو، باقي الاكل اللي اكلتوه ده ما تلخبطيه مع فضلات مع مخلفاتك بتاعت البيت الثانيه اللي هي الاوراق، الوسخ، كريستال، شنو الوسخ الثاني. ليه؟ بيزيد لك الكميه تحت النفايات حقتك، بتبقى عندك صعوبه في التخلص منها، لانه لحد الان قد تكون في شنو مشكلة في التخلص من النفايات. وطبعا كل الكلام ده عارفينه، عشان ما تتلخبط لي الرطبة مع دي وتعمل لي اشكالية في التخلص منها، قلنا يا جماعة احنا كلنا عارفين انه في ناس جا طالعة هنا بحيواناتها، باقي الاكل دي طلعها برا الشمس، مشي فيها اديها الحيوانات، الما عنده حيوانات اديها جار، والما عنده جار يدفنها لينا يا جماعة، ما يخليها قاعدة اصلا، يعني يوم بيوم او ممكن بعد كل وجبة، عشان مجرد هي ما قعدت يا جماعة في الظل جوا في محلتي تطبخي ده في راكوبتك ولا في خانتك دي بقت شنو؟ بقى صالحة لتوارد الذباب. تمام الكلام ده؟ الناس تكون حريصة على النقطتين دي يا جماعة.
عندنا نقاط مهمات شديد. في حاجة يا جماعة الناس تحافظ عليها. موجود. أثناء